من 10 سنين تقريبا كنت بلعب مع فريق في الحيبرة، مع فريق نصر عدن في حي المكياس. فلما ياس مني المدرب كلاعب يعني شاف ما ليش عندي اي قدره ان اكون لاعب، قام التليفون قال لي يمني روح صور لك يمكن يطلع منه فائده. أيمن القاضي من محافظة عدن. في أبريل الماضي أكملت 26 سنة. دبلوم مهني، شو دبلوم متوسط مهني، تخصص إلكترونية. طفولتي زي أي طفل طبعاً في عدن، طفولة بريئة، لكن دائماً أنا كنت بدايتي يعني مجتهد ومثابر في أي عمل أدخل فيه. وطبعا دائما كنت اعزل نفسي في البيت، ما احب شيء الخرقه كثير، دائما ما كنت اجلس قدام التلفزيون بشاهد بقرا بكون مطلع، ما احب كنت اختلاط كثير مع الشباب. من 10 سنين تقريبا كنت بلعب مع فريق في الحيبرة، مع فريق نصر عدن في حي المكياس. فلما ياس مني المدرب كلاعب يعني شاف ما ليش عندي اي قدره ان اكون لاعب، قام التليفون قال لي يمني روح صور لك يمكن يطلع منه فائده. فمن ذاك الوقت سكت التليفون، بدات اصور كذا قليل قليل كذا ايمن يبدع في ذا المجال. فاستمريت خطوه بخطوه حتى طورت من سيوس واحده مهنيه. تعلمت في التصوير في البدايه، طبعا بحثت عن اي دورات سواء كانت في عدن او في المجال مشان ادخلها. ففي البداية كان ما فيش، بعد اضطريت ان انا ابحث على اليوتيوب، طور نفسي حبة حبة حتى حصلت فرصة مشان في اساسيات التصوير في معهد عدن للتطبيق العام للاستاذ عبد الله الحو. كانت اول دورة لي تقريبا في 2017، الى بدأت موهبتي تنمو حبة حبة. بعد ذلك كنت كملت الاحترافية عبر اليوتيوب، سواء كان كورسات او كانت يعني عبر الاونلاين. حببت مجال التصوير الرياضي لان انا رياضي من صغري، بحب الرياضه. بدايتي كانت في اول مباراه شاهدها في حياتي كان نهائي كاس العالم بين فرنسا وايطاليا. هنا كنت حزين جدا بفقدان فرنسا كاس العالم. من ذاك الوقت احببت الرياضه، فكان يعني كنت دائما ما افكر انه يكون لي مجال ويكون عملي في جانب الرياضي. حاولت كلاعب ما فيش، لكن نجحت الحمد لله في التصوير الرياضي وهنا انشكر. فكرت في شراء كاميرا طبعا من بعد الحرب، بعد ما شفت ان بدات قدرتي تتطور وان انا احتاج كاميرا. بدات تقريبا في 2016 افكر ان ابدا اجهز فلوس عشان اشتري كاميرا، يعني تقريبا جلست سنتين او سنه وروح عشان اشتري كاميرا. يعني يمكن اضطريت ان ما اشتغل في مقاهى انترنت عشان الفلوس اللي كنت اشتغل فيها بحطها في عقبه. مع السنتين خرجت لي تقريبا في ذاك الوقت 200,000، كان حينها 2000 سعودي، وكانت أول كاميرا لي 700 دي من كانون. الحصول على معدات تصوير كأنك حصلت على رأس مال، هي بالنسبة لي شغل كذلك، يعني متعة واستمتاع في التصوير. أنك تملك معدات تصوير يعني عكس ما كان بداية، كان معي تلفون في الواضع. كذلك كانت الكاميرا اللي اشتريتها أول كاميرا كانت معدات متواضعة، ولكن يعتبر يعني كان أنا ملكت شيء قالي وكنت دائماً ما أحافظ عليها وكأنه جزء من حياتي. طبعاً أنا غنى خاصة ما فيش عندي، بينما يعني كنت دائماً ما نعمل فيديوهات أنا وبعض الشباب ننشرها على الفيس، ننشرها على الواتساب، وبعض أصدقائي لنا كانوا دائماً يحطوها على قنواتهم على يوتيوب. طبعاً كان من بخصوص الدوري من زمان، يعني أول ما بدأت مجال التصوير الرياضي كنت دائما ما أحلم أو هي طموحي إن أنا أغطي بطولة على المستوى اليمن بشكل عام. يعني بعد ما بدأت التصوير الرياضي كمادة الحرف كان النشاط متوقف. فأول ما على الاتحاد عن عودة النشاط كنت أتمنى إن الشعلة يعني نتأهل، إن كانت بداية البطولة عبر التصفيات. فخسر الشعلة، ولكن كان في بالي إن أنا بطلع مهما كان، إن كنت فرصة صنعت لي هذه الفرصة مشان أشارك وأظهر نفسي على مستوى البلد بشكل عام. والحمد لله فلوس حاولت أن أوالمني بعض بالفلوس، فلح على حسابي الخاص وقوم بالتغطية الحمد لله. ماديا لا، يعني أنا ما استفدتش أي جانب مادي في الموضوع، ولكن كخبرة كثير جدا. يعني تغطية على مستوى جميع الأندية اليمنية كانت مشاركة، أفضل فرق
تعرفت وكسبت معرفة سواء كان من جانب الزملاء هنا أخذت خبرة، وطبعاً الممارسة أيضاً تفيد منه. طبعاً مشاركاتي في الجانب الإعلامي في البداية كان أكثر من مجال، لم أختص في الرياضة في البداية، كنت دائماً ما أشارك في مبادرات في الملتقيات على مستوى محافظة عدن، كنت مسؤول إعلامي في مبادرة الكادر المرتقي في مديرية المريخاص. بعد ما اندمجت بشكل عام في مجال الرياضة شاركت في العديد من الأنشطة الرياضية سواء كان مستوى الشعبي أو كان مستوى الأندية في جميع من محافظات اليمن، وكذلك على المستوى الدولي فلدي ثلاث مشاركات. في 2019 شاركت في ملتقى النادي الدولي للإعلام الرياضي، من حسبة التصوير الرياضي شاركت في بطولتين في قطر، كانت كأس العرب فيفا ومونديال العرب 2021 ونهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاز. طبعا التتويجات اللي حصلت عليها او تقدر الترتيبات اللي حصلت عليها بجوائز الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه هي في ثلاث نسخ متتاليه. طبعا اول نسخه كانت في 2020، هو المشاركه لي في الصوره اللي شاركت معها، طبعا كانت صوره من احد حياء مديريه خور مكسر ضمن الفرق الشعبيه، بطوله الفرق الشعبيه اول صوره شاركتها طبعا، وحققت الحمد لله نجاح في فئه المصورين الرياضيين الكبار فئه صوره الاكشن، وحققت في نهاية الترتيب 30 والسادس على قارة آسيا. الحمد لله كان أول نجاح لي وكان دافع كبير لي لأواصل الأمام. شعور يعني حقيقة لا يوصف، يعني أنك من بلد متواضع من أبسط الأحياء في مدينة عدن، شاب أنه يصل لهذه المرحلة، فهذا بالنسبة لي ليس إنجاز لي فقط، لأني بلد بشكل عام الحمد لله. هنا كان معي تقريبا كنت في زوايك، فما كنتش بعرف أعلان النتائج، فلما أول ما أعلن النتائج أتفاجأ باتصال أجي أشوف الزميل الأستاذ الذي له الفضل يمانة بشير سناي يهنينا، مبروك أيمن أنت وصلت للقائمة المختصرة اللي ضمت أفضل 30 صوت. فمن الفرحة حسبت الزواج ومشيت فرحان كذا في الملوك، كلمت الناس يقول لها أنا تأهلت أنا كذا أنا وصلت القمة إن شاء الله بأهو. الجميع فرح أكيد، الجميع أكو أصدقائي سواهلي فرح أوان شاركنا الفرحة. وفي ذات اليوم تقريبا ما نمت، ناس من الصبح وبجلس أغلب الأخبار كل الله كذا قيني ما أغلب الأخبار وشوف الناس كلها بتهنونا على المشاركة الناجحة، ونقيت تهاني من شخصيات ورياضية واجتماعية أو ثقافية، وما توقعش في ذاك الوقت يعني أننا وصلنا هذا الشيء، لكن الحمد لله وصلت. طبعا كلهم دولة يكون حق لك الذي باستثناء الزوم 70-200 هذه حقين نحتاج نسيانا إن شاء الله من عالقة في طريق العاقل. طبعا اضطرت أن أبيع المعدات، أن جلست فترة ما عرفت أعطيش الشيء المطلوب مني. في يوم من الأيام كنت في القاهرة على أبو الوالد، ما كانت عندنا لما إمكانيات عندنا تعالقنا وكذا، لكن اضطر الأمر أن أنا أبيع حال ظروف مالية نصب علينا بعض الأشياء، فكان العلاج بالنسبة لي أهم. كان تفكيري إن الحمد إن شاء الله برجع بحاول أجتهد بشتغل، ما طلع. اضطريت إن أنا أبيعها، وفي ذاك الوقت كنت زعلان جدا، فقدت شيء عزيز علي، فقدت رأس مالي، فقدت الشيء الذي انطلقت من خلاله وإن اشتهرت من خلاله وإن أبدعت فيه في مجال مجتمع. طبعا لما يكون في تصوير والمعدات يعني تقريبا لا 8 شهور فقط مش موجودة معي، بضطر أن أتواصل مع بعض الزملاء اللي مثلاً كاميرته متاعها وإن ما عندهش مشاركة في هذا الفعالية، مستعيرة منه في بعض الأيام أشوف كم المبلغ اللي بصل عليه، وكان أقدر أشوف زميل آخر شنو اضطر إنه يقرني. أنا ثالث من تفكيري أن أنا أظهر أيمن متوقف أيمن يستمر حتى ولو كان أمر أنا بدفع فيه، وكان دائماً طموحي إن شاء الله بتقل كاميرا بتقل معدات الأفضل بنعود أقوى من الأفضل. طبعا صورة الكرة والبروب ما شاركت به في أي مكان، طبعا التخطها تقريبا قبل سنة أو أقل من سنة في مديرية خور مكسر، كذلك في بطولة شعبية في ملعب ما مذكرش الملعب بالضبط. ففي ذاك الوقت شفت ضوء الشمس خطرت في بالي الفكرة، طبعا هذا نوع من التصوير اسمه سلوية صورة الضي، فاخترت زاوية معينة فجلست كذا كان يصيبوا لي ولي عمل تعال صور لي، فقلت لهم لحظة في كراسي في كراسي صورة أشياء صورتها، فجلست في ذاك المكان. كان ما عنديش وقت لعشر دقائق الشمس بتغرب نهائيا والمباراة بتخلص، جلست مرة مرتين ثلاثة حتى استطعت الحمد لله تقط صورة بالنسبة لي أشوفها مميزة جدا الحمد لله توفقت فيها.
طبعا المشاركه الاخيره والذي حصلت فيها بالترتيب الرابع عالميا ونهون على مستوى صار اسيويه والدول العربيه بالحقيقه يعني، وكان عندي طموح ان اوصل للترتيب الاول والثاني والثالث، ولكن لم اتوقع اننا اصلا في هذه الوقت يعني خلال 3 مشاركات كل عام يعني احقق مركز افضل. هذا العام الحمد لله حصلت الترتيب الرابع على مستوى العالم، يعني حتى اجت لي تهاني من مشرفين من الاتحاد الدولي، وكانت فرصتي كانت بتكون كبيره يعني، كانت الامكانيات مش متاحه لكن انا ظهرت بصوره الحمد لله مشرفه. الصعوبات العراقية اللي واجهت أيمن وغير أيمن وهي مبدع يعني في مجاله هي الإمكانيات المتاحة في البلاد، يعني سواء إمكانيات المعدات اللي بتشتغل بها سواء وضع البلاد، يعني من الصعب إنك تكون في هذه البلاد يعني تكون في معك مشاركة مثلا قناة اليومين 3 أيام هو أسبوع ما تقدرش إنك تنجز تقدر تشارك فيها، وتقريبا يعني خسرت أكثر من مشاركة. وآخرها كان مونديال الأندية في الإمارات في 2020 تقريبا في فبراير، سجلت ووافق الفيفا الحضيري، فكان وقت قصير نص شهر تقريبا، فكانش في عندي وقت ان انا اطلع. الوضع الحالي في البلاد للاسف ما يخليكش يعني تشارك وتبدع، وكذلك يعني المعدات للاسف المعدات رديئه، عشان الواحد يبدع عشان الواحد يظهر مستواه الحقيقي لازم يكون عنده الامكانيات، لازم الجهات المهنيه تلفت الشباب. بس الشيء اللي يخلينا نستمر هو الطموح والحلم الذي دائما ما كنت احلمه وطموحه من البدايه، اننا اصلا لرغم صعب في اي مجال، يعني ما كنتش افكر من صغري ايش بيكون ايمن. يعني سبحان الله الجاهل دائما يكون كله سعيد فيك تفكير له آخر، لما دخلت مجال صغير كان طموحي في أن أنا أشارك في بطولات على مستوى العالم، وآخر تلك كان لي كان كأس العالم لم أنجح فيه، ولكن سأستمر وسأواصل حتى أشارك في أي نسخة بعد ذلك في مونديال العالم. محتاج يعني جميع الجهات المختصة أن تدعم الشاب اليمني، الشاب اليمني عنده نيابة بالفطرة، الشاب اليمني عنده الإبداع ويبدع، وشفنا في كثير من المجالات الشاب اليمني بدع وتألق وحصل سواء جوائز فردية أو جوائز جماعية، فقط محتاج الاهتمام، فقط محتاج إنه شوية لفت نظر، شوية يعني واحد يعني يدعمهم وإن شاء الله بينطلقوا. طبعا مش فقط دعم مادي، مش كل شيء تبع دعم مادي، الدعم المعنوي والتواصل مع الجهات الأشخاص المبدعين وتحفيزهم للمواصلة والاستمرار، هذا الشيء يعطي دافع معنوي من الاستمرار وتحقيق المزيد من النجاحات. طموحي أنا ليس لدي سقف، وطموحي كبير، فيعني كل اللي يفكروا في الوقت الحالي أننا أشارك متوافقش. طموحي أشارك في مونديال العالم، طموحي أن أنا أقوم بتغطية فعاليات أوروبا في أي دول، فقط الإمكانيات مش متاحة يعني كيمني أنا ما بقدرش أسافر أي بلد في أي وقت، فعشان تشارك المشاركة سهلة، التقديم سهل والفيفا واصلنا معهم كذلك سهل، نقدر نشارك ولكن الإمكانيات ما تسمحلكش يمني تقدم عشان تبدع عشان تظهر الفيزا، يعني إمكانيات صعبة في بلادنا، لكن طموحي أنا بإذن الله أنا سأصل عليه، وخلال السنوات القادمة بإذن الله بيظهر أيمن مختنس. رسالتي الأخيرة هي للشباب، أيها الشباب استمروا لا تيأسوا، لا تجعلوا الفشل عائق أمامكم، الفشل هو جزء من أي نجاح قادم، استمر وأبدع وستنجح بإذن الله، لا تخلي الفشل عائق أمامكم.